لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلب جيجي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا لإزالة الدهون اللي بتبقى موجودة في البطن والكرش او الارداف. ان شاء الله هنعمل كريم مع بعض هيعجبكم قوي، مكوناته بسيطة مش هتكلفنا اي حاجة. مكونات الوصفة بتاعتنا النهاردة هي عبارة عن معلقة من النعناع، وطبعا لو انت عايزة تعملي كمية كبيرة هتضافي الكمية اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. يعني مثلا احنا هنعمل معلقة من النعناع على معلقة واحدة من الفازلين. اهم حاجة تستعملي الوصفة زي ما هنقول عليها بالظبط، علشان طريقة استخدام الوصفة هي اللي بتخلي الوصفة تبقى ناجحة معاكي وبتديكي نتائج ممتازة ان شاء الله. يلا بينا هنجيب الطبق بتاعنا ونعمل الوصفة مع بعض. انا معايا هنا النعناع اهوت، وهوريكم شكله بعد ما طحنته وقبل ما طحنه. اهو بالشكل ده ده النعناع اهو، قبل ما طحنه كان بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا جبته طبعا وطحنته في المطحنه بتاعتي عشان يبقى ناعم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام، يلا بينا بقى هنعمل الوصفه مع بعض. هناخد معلقتين من النعناع او معلقه كبيره او معلقتين صغنانين اهو. ادي معلقه من النعناع وادي كمان معلقه من النعناع. هناخد الفازلين بنفس الكميه اللي احنا اخدنا بيها النعناع. يعني لو انت عملتي معلقتين نعناع هتحطي عليهم معلقتين من الفازلين، الفازلين العادي بتاعنا. واللي ما عندهاش فازلين ممكن تستعمل الفيكس بتاع الام الظهر، جميل جدا يا بنات برضو للتخسيس. الماده اللي فيه جميله جدا، لما تدهنيها على بطنك هتديكي نتيجه ممتازه خالص. هنحط معلقتين على معلقتين النعناع بالشكل ده اهو، وهنبدا بقى نقلبهم على بعض زي ما احنا شايفين كده. هبدا اقلب النعناع بالفازلين عشان اخلطهم كويس مع بعض ويدوني القوام اللي انا عايزاه. الوصفة دي يا بنات والله وعن تجربة انا عملتها قبل كده وجابت نتيجة مع ناس كتير، وعشان جابت نتيجة كويسة حبيت اعملها لكم تاني، لان في ناس كتير سألتني عايزة تستعمل دهان لتخسيس الكرش والبطن، وعشان كده حبيت ان انا اعملها لكم النهاردة. ان شاء الله باذن الله تفيدكم. اهم حاجة تقلبيها كويس مع بعضها كده بالشكل ده عشان تديك القوام الكريمي اللي احنا عايزينه. بعد ما قلبتها زي ما انتم شايفين بقت بالقوام اللي احنا شايفينه ده. هتستعمليها ازاي بقى؟ طريقة الاستعمال يا بنات اهم حاجة ان انت تستعمليها بالطريقة الصح. هتجيبي فوطة، فوطة عادية بتاعتك اللي هي منشفة، وهتحطيها في ميه سخنه. تجيبي طبق ميه سخنه، ميه سخنه تكون يعني سخنه قوي تقدري تستحمليها على جسمك. هتحطي الفوطه في الميه السخنه ديت وتعصريها بسيط كده، مش عايزاكي يعني تنزلي منها الميه قوي، تكون فيها ميه بسيط بحيث انها ما تغرقكيش. وتلفيها على بطنك، تلفي الفوطه على بطنك بحيث انها تسخن المنطقه اللي انت هتدهني عليها الكريم بتاعنا ده. بعد ما تلفيها على بطنك طبعا هتسيبيها لحد ما الفوطه تبدا تبرد خالص. بعد ما تبرد خالص الفوطه هتشيليها وتنشفي المكان اللي انت لفيتي عليه الفوطه، هتنشفي الميه منه تماما. بعد ما تنشفي الميه هنبدا ندهن بقى الكريم بتاعنا ده على بطننا. وبعد ما ندهنه على بطننا هنجيب النايلون بتاعنا اللي احنا بنستخدمه لتغليف الاطعمه، النايلون ده اهو. هتجيبي النايلون ده وتلفيه طبقتين على بطنك
او على المكان اللي انت عايزه تخسسيه، حتى لو على يعني لو انت بتخسسي منطقه الذراعين، برضو في ناس بتخسس منطقه الذراعين بيبقى عندها المنطقه دي كبيره شويه، برضو تعملي نفس الوضع ده الفوطه، وبعدين بعد ما تبرد تجففي المكان وتدهنيه وتلفي عليه الايه البلاستيك ده، وتسيبيه بقى يعني اهم حاجه سيبيه يعني 3 4 ساعات، ولو عملتيه من بالليل حاولي تنامي بيه. دي كانت وصفتي النهارده حبايب قلب جيجي، اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم وتستفادوا بيها وتعملوها. وصفه سهله جدا جدا يا بنات، وان شاء الله تجيب نتيجه فعاله معاكم. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشيروها لكل اصحابكم، وتنسوش لايكات للفيديو، عايزين 5000 لايك للفيديو. وان شاء الله استنوني في وصفه جديده مع جيجي كل حياتي. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.